أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على حصة أغلبية ب 51% من شركة انتي إس أميجا جلوبال في خطوة تؤكد التزام ألفا ظبي الراسخ بتعزيز محفظة أعمالها في قطاع الطاقة وتركيزها الكبير على قطاع الخدمات لحقول النفط وتختص إن إس أميجا جلوبال بتطوير أحدث حلول التصنيع والإصلاح والتأجير الخاصة بقطاع النفط والغاز.